ربنا يا ربنا، طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين. اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين. اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية. اللهم لا ترفع لهم في القدس راية. اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في كل مكان في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتاب. الحمد لله الذي بحمده يستفتح القرآن. الحمد لله على تلاوة القرآن. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. والحمد لله عدد ما في كتابه. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. الحمد لله على نعمة ختم القرآن. الحمد لله حمدا لا ينفد أوله. والحمد لله حمدا لا ينقطع آخره. الحمد لله المبدئ المعيد. الحمد لله الغني الحميد. نحمده وهو أهل الحمد والتحميد. ونمجده وهو أهل الثناء والتمجيد. سبحان من هو في جلاله عظيم. سبحان من هو على عباده رحيم.